طبعا عندنا خبر جدا غريب ريم، وعندنا خبر جدا غريب مشاهدينا. هذا الخبر لأحد المطاعم في الولايات المتحدة واللي يبيع ساندويتش بقيمة 72 ريال، ولكن الفكرة وين؟ أنه يمكن للزبون أو المشتري أنه يقسط ثمن هذا الساندويتش على 4 دفعات، يعني يدفع 18 ريال في كل دفعة، وتخيلوا بدون فوائد. يعني هل تعتقدون أنه خدمة تقسيط الأكل شيء مقبول أو عادي؟ يعني أنا أتكلم كمستهلك، أتكلم كصاحب مطعم أو مشروع. إيش رأيك ريم أول شيء؟ والله شوفي، إحنا اليوم صرنا نشوف موضوع التقسيط يدخل في كل حاجة، أصبح موجود في الأجهزة الكهربائية، في المشتريات أونلاين، في كثير بس أشياء. بس أكل ساندويتش يا ريم؟ أنا والله أجهزة كهربائية أفهم، هذا شيء يعني ممكن تكون قيمة، يعني قيمته عالية أو غالية شوي. بس ترى والله انا مره لقيت كمان في تقسيط على موقع يبيع رموش او موقع يبيع زيت، قصدها على 4 دفعات، ادفع الدفعه الاولى. اي هذه موجوده صح، احنا هذه موجوده، فما استغرب انها تكون على الاكل كمان يلا معاها. والله غريب غريب، انا مستغرب الصراحه موضوع الاكل. يمكن نتقبل وما تدرين، يمكن يعني الحين حتى ابل باي صار عندهم موضوع التقسيط، انك تشتري شيء وتقسط لهم، ففعلا يمكن يكون اسهل ناس كثير. أكيد حنشوف كل شيء يتقصد، يمكن كل حاجة. صحيح، ليش لا؟ طبعا خلينا